الأستاذ فهد برباع المستشار القانوني للبرنامج. مساء الخير أستاذ فهد. مساك الله بالخير أبو بدر، أحييك وأحيي ضيوفك الكرام والمشاهدين والمشاهدات. الله يحييك الله يحييك، عقبال ما تكون معنا إن شاء الله في الحلقات القادمة. فهد، يعني إيش قصة كامارا وعبد الفتاح هذا؟ بيقول لك لازم يكون معاه بطاقة هوية. طب ما هو أغلب دول العالم تسجل بجواز السفر، شوية هذه ما يعني ما هي داخلة، وكيف يسجلونه ولما تسألهم يقول لك لعبه لا بس لو لعبناه ممكن احد يحتج، ايش اللفه هذه؟ اشرح لنا اياها. اولا احنا لابد ان نرجع ل لو ترفعون الصوت يا شباب عشان استاذ فهد اسمعه كذا بصوت واضح. تفضل. اولا لابد نرجع للوائح الاتحاد الاسيوي، ولكل جهه منظمه شروطها اللي تخصها. فاذا كان الفيفا مثلا يسمح في بعض البطولات بجواز السفر، فالاتحاد الاسيوي اليوم كان في فترة سابقة يسمح بجواز السفر، ولكن في السنوات الأخيرة تغيرت لائحة المسابقات، وأصبح من ضمن شروط التسجيل في البطولات الآسيوية للأندية لابد أن يكون الشخص يحمل جنسية الدولة بموجب الهوية الوطنية، بموجب الـ ID. اللي بالنسبة لأهلية التسجيل وأهلية المشاركة أن هم يسمحوا لهم بالتسجيل، عشان نكون واضح معك، مثلا في اللاعب كمارة سبق انه شارك مع المنتخب السعودي في اولمبياد اعتقد اسيا، اولمبياد اسيا تسمح بالجواز السفر السعودي، لذلك اصبح له رقم اسيوي موجود في الاتحاد الاسيوي. فعند ادخال مستندات اللاعب كمارة فورا الاتحاد الاسيوي يوافق، لانه له يعني له اوراق له مستندات موجوده، ومتى ما طلب من الاتحاد السعودي او من نادي السعودي احضار الهويه سوف يحضرونها. لكن انا من خلال استفساراتي في اللاعب مثلا جابر عيسى لما بيسجلوا الاتحاد، في لاعب النصر عبد الفتاح ادم، نعم، عندما تقدموا بطلب تسجيلهم الاتحاد الاسيوي سالهم اين الهويه الوطنيه؟ اذا كمارا انت ممكن تشركه؟ ما تقدر تشركه لانه لعب في بطوله اولمبياد، البطوله هذه الاولمبياد كانت تسمح بجواز السفر. طب خلاص ما هو يعتبر اللاعب خلاص صار له رقم وملف في الاتحاد الاسيوي، ولا ممكن لو احد احتج ينفتح الموضوع؟ البطوله تختلف. لو صار احتجاج، يعني لو سمح الله لعب الاتحاد كمارا في المباريات السابقه، لو صار احتجاج الاتحاد الاسيوي سيطلب من الاتحاد السعودي ونادي الاتحاد إحضار الهوية الوطنية التي تثبت أن جنسيته سعودية. هنا حيكون النادي الاتحاد في مأزق وسيقبل الاحتجاج. أها واضح. لذلك موضوع المواليد هو موضوع تنظيم داخلي للسعودية. أستاذ فهد، إيش اللفة هذه طالما أنه الاتحاد الدولي سامح بمشاركة اللاعبين اللي يملكون يلعبون بجوازات السفر؟ ليش الاتحاد الآسيوي هو الوحيد اللي قاعد يقول لازم يكون البطاقة الوطنية؟ واستاذ وليد يقول لك انه في بعض الانديه في اسيا ما يعتمدوا على الاي دي اللي هو البطاقه الهويه الوطنيه. في دول ما عندها اي دي. اي بالضبط، عندها جواز سفر خلاص. اذا ليش اللفه هذه؟ يعني كان العمليه متعمده على انديه سعوديه. انا ما بخش في نظام المؤامرات لانه ما احبه. طب خلي جاوب. تفضل. تسمح لي اجيبك في نقطتين. اولا يعني انت استاذ جمال، انت بنفسك لو تبغى تسوي دوري انت تضع الشروط اللي تبغاها. تمام. لو مثلا والله انا ما ابغى الفرق يلبسوا شورتات، ابغاهم يلبسوا بناطيل. لا 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 لا، هذا حواري. لكن اتكلم عن نظام الاتحاد الاسيوي كمثلا هو يضرب مثال. يعني يضرب مثال ايوه، بس تحت يعني صاحب المخل على قولتهم، صاحب المخل لانه هذا تحت اشراف الاتحاد الدولي، الاتحاد الاسيوي. لا 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 لا، مو تحت اشراف الاتحاد الدولي، تحت اشراف الدولي، ولكن في بطولاته زي ما الاتحاد السعودي الاهلي في بطولاته انه يحق له انه يضع المعايير والشروط التي تكون يعني من صالحه وفي مصلحته. لا، الشروط المعايير اللي تكون موافقه لشروط الاتحاد الدولي. لا 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 لا، مش لا لا لا، مش بالضبط. يعني مثلا عندنا المواليد احنا يلعبوا في الدوري السعودي. هذه قرار داخل. قرار سعودي، قرار داخلي. طيب، قرار داخلي يشرك المواليد، فالموضوع عادي جدا. قرار السبعه اجانب مثلا عندنا وفي اسيا اربعه مثلا. اي هذا حسب نظام كل بطوله، الجهه المنظمه لكل بطوله هي من تضع الشروط، فهو الموضوع عادي. النقطة الثانية اللي أبغى أقولها، يعني خلينا نتكلم بأكثر صراحة، إحنا زمان كانت البطولات الآسيوية تلعب بجواز السفر، ولكن أصبحت أغلب الدول تمنح جواز السفر لبعض اللاعبين ويشاركوا، وكان أغلب اللاعبين عندهم مشاركين بجواز السفر حتى ما يتكلموا العربية.
كانت الأندية السعودية هي المعارضة لهذا الأمر، حتى تغير النظام وأصبح أنه إجباري يكون في هوية وطنية. واضح. بل وأصبح بنظام الاتحاد الآسيوي أنه في 5 سنوات في يعني يكون مقيم على الأقل في البلد من يمنح الجنسية. طب فهد في رأيك يعني بدل ما نشكي ونصيح على هالموضوع، إيش تقدم توصية لحلها؟ مش الآن، على الأقل مستقبلا، لأنه أكيد موضوع المواليد إحنا بنتوسع فيه. أولا يعني إحنا لابد إذا نسمح لنفسنا أنه نلعب لاعبين بجوازات سعودية في البطولات الآسيوية ونرفع مقترح، فنسمح لنفسنا وحيكون كل الدول مسموح لها بهذه المشاركة. طيب. فالأمر أنك أنت ترفع مقترح، أي مقترح ترفعه للاتحاد الآسيوي حتى يقبل فيه المكتب التنفيذي لابد يكون معاك على الأقل 7 أعضاء من المكتب التنفيذي يعني مؤيدين لهذا المقترح. حتى يتم مناقشته في لجنة مسابقات أو في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، فأجمع أصواتك وأرفع المقترح للسنوات المقبلة. إذن المفروض أن نبدأ من الآن بالاتصالات مع أعضاء المكتب التنفيذي لإقناعهم بالموضوع، وبعد كذا يعني على الأقل النسخة الجاية نلاقي كمارة، نلاقي عبد الفتاح آدم، نلاقي بقية اللاعبين وغيرهم يمكن يقدروا يشاركون في البطولة. صحيح. والأمر بسيط يعني في متناول اليد بالنسبة للأصوات يعني. يعطيك ألف عافية، شكرا لك فهد برباع مستشار القانوني للبرنامج.